التطور الطبيعي للطفل. الطول والوزن معايير مهمة لمراقبة نمو وتطور الطفل، بالإضافة للتطور الحركي واللغوي والفكري أيضا، خاصة خلال السنة الأولى من عمر الطفل. يجب متابعة مخططات نمو وتطور الطفل، خاصة في الأمور التي يقوم بها لأول مرة كالمشي والكلام، مع الانتباه لوجود مجال من الاختلافات بين طفل وآخر، فقد يمشي طفل بعمر 9 أشهر بينما قد يتأخر آخر حتى 14 شهرا مثلا. إذن كيف نستطيع التفريق بين طفل ذي تطور طبيعي وآخر لديه تأخر في التطور؟ يعرف تأخر التطور بأنه فشل الطفل بالوصول للمرحلة التطورية المناسبة لعمره، فرغم وجود اختلاف بين الأطفال في وقت وصولهم لمراحل مختلفة، توجد حدود عليا لوصول الأطفال لمراحل معينة. ويمكن تقسيم التطور لخمس فئات رئيسية. الأولى الحركات الكبيرة كالزحف والمشي. الثانية الحركات الدقيقة كترتيب المكعبات والتلوين وتزرير الثياب. الثالثة اللغة وتتضمن الكلام والفهم والتعبير. الرابعة المهارات الفكرية. الخامسة التواصل الاجتماعي. سنعرض لكم أعزائي المستمعين أهم العلامات التطورية للطفل بحسب عمره بشكل عام. في عمر 2 يبتسم الطفل لسماع صوت أمه ويتابع الأشياء المتحركة بعينيه. في 3 يرفع رأسه بحالة الاستلقاء البطني ويبدأ بالابتسام لأشخاص آخرين، كما يبدأ بمسك الأشياء بيده كلها. في 4 يكاغي الطفل ويضحك ويحاول تقليد الأصوات. في 6 يقلب الطفل من ظهره لبطنه وبالعكس، وينقل الأشياء من يد لأخرى. في 7 يستجيب لإسمه، ويكتشف وجود الأشياء المخبأة بشكل جزئي. في 9 يجلس دون مساعدة ويزحف ويبدأ بقول ماما وبابا ويلوح بيده باي باي. في 1 يمشي بمساعدة أو بدونها ويقول كلمة واحدة على الأقل ويستمتع بتقليد الآخرين. في 18 أي 1.5 يمشي بمفرده بشكل جيد ويشرب من الكأس ويقول عدة كلمات ويشير لأجزاء الجسم. في 2 يركض ويقفز ويقول جملا مكونة من كلمتين وينفذ التعليمات البسيطة ويلعب لعبة التظاهر، أي أنه يتقمص شخصية أثناء اللعب. في 3 يتسلق جيدا ويقول جملة مكونة من عدة كلمات ويرتب الأشياء حسب شكلها ولونها ويستطيع رسم دائرة. في 4 يلعب مع الأطفال الغرباء ويستطيع رسم مكعب ويركب دراجة ثلاثية. في 5 يستطيع قول اسمه وعنوانه ويلبس ثيابه ويعد أكثر من 10 أشياء. إذا لم يكن الطفل يفعل ما ذكر أعلاه حسب عمره فلا داعي للخوف، فقد يكون الأمر طبيعيا، ولكن يجب إخبار طبيبه المتابع عن ذلك. فقد يكون سبب التأخر هو الأهل، فعندما يوضع الطفل دائما في حضن أمه هذا يؤدي لتأخر قدرته على الجلوس وحده. وأيضا فقد لا يكون لدى الأطفال المولودين قبل الأوان أو الخدج نفس القوة العضلية لباقي الأطفال خلال 3 الأولى من العمر، وبالتالي قد يتأخرون قليلا وبشكل مؤقت. من المهم جدا معرفة أن التأخر اللغوي ومشاكل التعبير لدى الطفل قد تعكس مشكلة في السمع كنقص سمع أو التهاب أذن، وبشكل أقل فقد تكون بسبب التوحد، خاصة إذا ترافقت مع صعوبات بالتواصل الاجتماعي
كما أن الأطفال الذين يسمعون أكثر من لغة واحدة في بداية تعلمهم الكلام قد يتأخر لديهم الكلام، ولكن سيلحقون غالباً بأقرانهم بعمر السنتين. كما تعد التناظرات الوراثية كمتلازمة داون أو المنغولية باسمها الدارج، والشلل الدماغي والتخلف العقلي من الأسباب الأخرى لتأخر التطور، وفي بعض الحالات قد يبقى السبب مجهولا. التدخل المبكر. أكثر من 2% من الأطفال الأمريكيين يعانون من تأخر في التطور تتراوح شدته من متوسط لشديد، وللأسف تشكل الحالات المكتشفة أقل من النصف بعمر ما قبل المدرسة. وأثبتت الدراسات أن الكشف والعلاج المبكر يجنبهم حدوث تأخر شديد بالتطور، ويشمل العلاج ما يلي: أولاً، علاجاً فيزيائياً للحركات الكبيرة. ثانياً، علاجاً وظيفياً للحركات الدقيقة. ثالثاً، تقييم السمع وعلاج مشاكل النطق. رابعاً، برامجاً خاصة لمرحلة ما قبل المدرسة للأطفال المصابين بالتوحد والمتأخرين تطورياً. وهذا مهم جداً، ليس فقط من أجل تحسين قدرات الطفل وتحصيله الدراسي، بل له أثر إيجابي على علاقة الأهل بطفلهم وفهمهم لحالته. يعد التطور اللغوي من أهم المعالم التطورية، ولكن متى يجب القلق؟ إن تأخر التطور اللغوي بعمر السنتين يثير الشكوك حول مشاكل بالتعلم مستقبلاً. وتقول الدراسات أنه في حال كان عمر الطفل 12 شهراً أي سنة بالضبط، ولا يملك القدرة على التصويت أي إصدار أصوات، أو لا يستجيب لأمه، فهنا يجب تقييم الطفل وتطوره عند طبيب مختص. كيف أساعد طفلي؟ ينصح أطباء الأطفال بعدة أمور لمساعدة طفلك على التطور، وسنذكر أهمها لكل من الفئات الرئيسية. أولا، فئة الحركات الكبيرة. يمكنك القيام بما يلي: 1- وضع الأطفال الرضع على بطونهم عند صحوهم من أجل تقوية عضلات الرقبة، مع مراقبتهم خوفا من الاختناق. 2- وضع الطفل على الأرض ليكتشف محيطه ضمن بيئة آمنة. 3- يجب منح الأطفال الكبار والقادرين على المشي وقتا خارج المنزل للعب والركض والقفز. الفئة الثانية، الحركات الدقيقة. يمكنك القيام بما يلي: 1- تقديم الألعاب للطفل ليستطيع اكتشاف ملمسها بأصابعه. 2- طرح الألغاز البسيطة وتقديم المكعبات والأوراق وأقلام التلوين المناسبة لسنهم. 3- إعطاء المجال للأطفال الكبار لتناول الطعام بأنفسهم. الفئة الثالثة، المهارات اللغوية. يمكنك القيام بما يلي: 1- اسماع حديثي الولادة الموسيقى لتنبيه السمع لديهم. 2- التحدث إلى الطفل. 3- القراءة له. 4- الإشارة لصور وتسمية محتواها. الفئة الرابعة، التواصل الاجتماعي. يمكنك القيام بما يلي: 1- الابتسام والضحك للطفل. 2- تقليل أوقات مشاهدة التلفاز واللعب مع الطفل أكثر. فالتواصل الاجتماعي هو أهم محفز لتطور الطفل بشكل طبيعي، فلا تترك طفلك بمفرده وكن معه في يومياته. وأخيرا، كقاعدة عامة، يجب أن يكون لكل طفل مخطط نمو عند طبيب الأطفال المشرف عليه لمتابعة تطوره بشكل جيد.